السلام عليكم، معاك كابتن اسلام. حلقه النهارده ان شاء الله هنعمل فيها تمارين دراع. في ناس كتير بتعاني من مشكله الدهون اللي حوالين الدراع، وفي ناس كتير لما بتروح الجيم ما بتقدرش تتمرن او ما بترضاش تتمرن غير لما تخس. اوكي، حاجه كويسه، بس عايزين نفهم نقطه، اننا عشان نتمرن حديد او العاب مقاومه لازم نسبه الدهون تقل. يعني لما اجي بنفع بنج بريس، لما اجي بلعب بيه، لازم نسبه الدهون اللي حوالين الدراع تقل عشان تبنى عضلات. يعني تمارين المقاومه بتقلل معانا الدهون اقوى من تمارين القطع. تمام، يلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه هنقف كده اهو، اوكي، وهنضرب بوكس يمين وشمال كده اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، بوكس يمين وشمال، ده مقفول وده مفتوح، اوكي، عشان نحرك معانا ايدينا. تاني تمرين معانا نقعد بالجنب، نطلع وننزل كده اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، طلع وكاننا بننزل. تمام، تالت تمرين هننزل، يعني هنجيب حاجه من الارض ونطلع بيها كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، دول تلات تمرين انا عملتهم فاضيين من غير وزن عشان نقدر نعمل. وبعد كده نجيب ازايز، لو حد عايز يتقل في الوزن يقدر يمسك الازازتين ويلعب فيهم. كده خلصنا حلقة النهاردة إن شاء الله، استنوني في حلقات تانية كتير. متنسوش، أي حد عنده سؤال عن أي حاجة سيبها في التعليقات تحت. وأنتوا إيه؟ وأنتوا قد التحدي. السلام عليكم.